صباح الخير، ملاحظات اجتماعية مرة تانية، والمرة دي عملت تحامل عشان يثبت التليفون بحيث ان السواقة تكون دايما آمنة. ودي أول نقطة النهاردة، انه مهم جدا عدم استعمال التليفون بالإيد خلال قيادة السيارة، لأنه فعلا يعني الحمد لله واحد ما حصلوش حوادث بسبب ده، وانا استعمالي قليل جدا للتليفون وانا بسوق، لكن الواحد بيشوف كل يوم حوادث تانية وخطورة للموضوع ده. لازم الانسان يركز يعني في شيء واحد، حتى لو بيسوق كويس، حتى لو الطريق فاضي، لازم الانسان يحافظ على حياته ويحافظ على حياة الاخرين. دي نقطة بس مهمة. النهاردة في الملاحظات الاجتماعية دي في نقطتين عايز اتكلم عنهم، لان الوقت بيمر. انا شفت فيلم بلال من فترة، اول ما نزل على طول هو وعدت ان انا وشكرت فيه كتير وطلبت من الناس تروح تشوفه، وعدت ان يكون لي ريفيو، فانا اتأخرت كتير على موضوع الريفيو. ناس كتير قالت لي فين الريفيو واحنا في انتظارها وكده. فامبارح يعني حصل حديث مع اصدقاء لي على العشاء، انه انا برضو في كل جلسة وفي كل مكان مع كل الناس، اجانب وعرب ومصريين وكل الجنسيات، بدعوهم ان هم يروحوا يشوفوا بلال وياخدوا اولادهم والاجيال الاصغر، لعدة اسباب. من ضمنها نقطتين. النقطة الاولى انه احنا الجيل بتاعنا يعرف سيدنا بلال من التاريخ الاسلامي، الافلام حتى المصرية القديمة اللي اتكلمت عن الموضوع وعرضت شخصية سيدنا بلال بشكل احنا شايفينه كهيرو او كمثل اعلى، وكانسان كنموذج عملي جدا واضح انه الاسلام ازاي بيرتقي بالانسان وازاي بيحترم البشر وحقوق البشر وحقوق الانسان اللي بنتكلم عنها، وانه العبودية شيء مرفوض في كل الاديان مش بس الاسلام، وانه فكرة اللون البشرة والاسمر والابيض والكلام ده كله كلام فاضي ملوش اي معنى، كلها اختراعات انسانية للاقوى يسيطر على الاضعف بس، ويحاول يصنفه ويحطه في اشكال. معلش انا عيان شوية في صوتي. فليه اهمية فيلم سيدنا بلال دلوقتي او بلال؟ انه طبعا انا مش من الناس اللي بحب اقول سيدنا وكده، لكن لانه برضو جزء من الاسلام، انه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام او الرسول قال لا تعظموني ولا تمجدوني انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هو نفسه بيقول يا جماعة ما تقعدوش تتكلموا تعظيم بتاع، ما بالك احنا دلوقتي بنعظم اي مدير صغير قد كده. المهم نرجع لموضوع بلال. الاجيال الاصغر دلوقتي ما خدتش نفس الجرعة الثقافية والفكرية اللي احنا خدناها عن سيدنا بلال، جيل الاجيال بتاعتنا. وطبعا احنا عارفين التعليم في الدول العربية والاسلامية بيضعف، والافلام القديمة محدش هيشوفها فجر الاسلام والحاجات دي اللي احنا تربينا عليها وكنا شايفينها شيء عظيم جدا، لما بنشوفها في ذكرى الهجرة النبوية يزعوها والاسراء والمعراج يحطوا الافلام الاسلامية في التلفزيونات، القناة الاولى والقناة الثانية في مصر. الكلام ده مش موجود دلوقتي، مش موجود على الام بي سي اللي الاطفال بيتفرجوا عليها اذا اتفرجوا عليها، ولا على الانترنت، ولا هيدوروا عليها، ولو شافوها بالصدفة او حاجة احنا حاولنا نوريها لهم يعني اباء وكبار يعني خيلان وعمام وكده، مش هتعجبهم، لا طريقة اللبس ولا الديكور ولا الاضاءة ولا التصوير ولا الكلام ده. دلوقتي دي اجيال مختلفة تمام عننا، حتى احنا نعتبر لسه في النص. ففيلم بلال اهميته ان هو معمول بطريقة حديثة جدا، في طبعا معمول بطريقة الكرتون، اللي هي منتشرة جدا، الافلام افلام هوليوود
وديزني وكده، اللي هي مع يعني فيديو سوري انا اسف كرتونيه، شخصيات كرتونيه. بلال معمول بنفس الطريقه بحرفيه عاليه جدا. الفكره طبعا ايمن جمال شخص شاب عربي سعودي بيشتغل من دبي ومعاه عقليات كبيرة جدا يعني من العالم، ناس مختلفة من كل الجنسيات مش بس عرب، فاجتمعوا وعملوا عمل مهم جدا. هو صاحب الفكرة وهو المخرج. فأولا ليه أنا بقول الفيلم ده مهم؟ عشان ندعم تجربة عربية في الإنتاج لشخصية إسلامية مهمة. الشيء التاني إنه ندي نوري الأطفال والأجيال اللي طالعة قصة بلال وقصة فاندمنتالز او اساسيات الدين الاسلامي وشخصياته بطريقه بسيطه ومن غير اللي هو يعني. انا بحب الدين الاسلامي لانه دين عملي وسريع وحياتي يعني بتاع الحياه يعني، مش يعني مش كله لازم عذاب قبر وتخويف الناس وتشدد، لا يعني لازم نفهم الإسلام كأنه طريقة حياة، لازم نبقى متطورين ومودرن، ولازم نتكلم لغة العصر، ولازم نبقى عندنا بحث علمي وعندنا إبداعات وإنتاج إنتاجات كبيرة يعني لازم نبقى يعني ناس عصريين. الإسلام بيقول كده أو بيوصينا بكده، ده اللي أنا طبعا بفهمه، ما بفهمش أي حاجة تانية ومش عايز أفهم أي حاجة تانية، لأنه الجهل اللي إحنا فيه ده وخروج المتشددين والإرهابيين والكلام ده طبعا مصيبة كلنا بنعاني منها، ده موضوع تاني. فنرجع تاني لسيدنا بلال وفيلم بلال. مهم جدا ان الشباب الصغير والاطفال والاجيال اللي طالعة اللي هي جيل الانترنت والسوشيال ميديا والانستجرام وسناب شات يشوفوا الفيلم بالطريقة اللي هو معروض بيها، لانه لو ما عملناش كده انا بشدد جدا بقول في كل مكان وكل الناس اللي عندها اولاد وكله لازم 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 يشوفوا بلال، اللي احنا كعرب يعني المسلمين. بالنسبة للغرب عشان يتعرفوا علينا أفضل يعني، يعرفوا الإسلام أصلاً إيه هو وليه إن في مليار مسلم أو أكتر أعتقد مش عارف دلوقتي يعني موجودين ما بيعملوش أي مشاكل، وناس مسالمة وناس عايشة تحت ظروف صعبة وفقر وما بيعملوش إرهاب ولا حاجة، وشوية قد كده مشوهين صورتنا. وده مش عشان إكسكيوزز ولا إن إحنا ندافع عن نفسنا ولا الكلام ده ولا الهبل ده، لأ عشان يعني عشان حق الناس دي اللي هي الماجوريتي او هم غالبية المسلمين اللي عايشين وراضيين ومطحونين وكمان بيطلع عليهم ارهابيين يعني، هي ناقصة المشروع مش ناقصة قتلة، فعشان حقهم هم عشان احترامهم. الراجل الفقير اللي في بنجلاديش وفي الهند وفي افريقيا في غرب افريقيا اللي بعيد اصلا عن اي مؤسسات دينية وازهر وفلوس واي حاجة ولا اعلام ولسه بيصلي ويروح الجامع ومحترم وبيربي عياله كويس وصادق وامين، يعني ده ذنبه ايه ان هو يتوسم ان هو ارهابي؟ ولا في مطار ولا حتى في محطه اتوبيس يروح القوات الامن النيجيريه ولا مالي يمسكوه يبهدلوه يضربوه عشان هو مسلم؟ بلاش مطار، ده مش هيسافر لانه فقير اصلا، لكن هيمسكوه في اي شارع في اي حاره ويقعدوا يطحنوا فيه ويضربوه ويقبضوا عليه، ممكن يغيب سنتين ثلاثه عشان هو مسلم بس. طب ده ذنبه ايه؟ ما هو كل ده جاي من هي منظومه كبيره قوي، فلازم وطريقه تعامل الدول الناميه مع مواطنينها المسلمين ما هي جايه من الغرب برضه، يعني هي جايه منين يعني؟ السلاح والتدريب والتفكير والكلام ده ما جاي من هناك، فلازم ان الصوره تتحسن بطريقه عقلانيه عشان الناس الغلابه دول، مش عشان احنا عايزين الغرب يرضى عنا ولا ما يرضوش، مش دي الفكره خالص. الناس بتفكر اول ما بنقول عايزين الغرب يفهمنا عشان هم يفهمونا عشان احنا حاسين بالاقليه، لا احنا مش اقل منهم، لا احنا عايزين نحمي مواطنينا ونحمي الناس الغلابه الصادقين الكويسين. نرجع تاني لفيلم بلال برضو، ده الجزء الايجابي طبعا اللي انا قلته على فيلم بلال، اهميته في اللحظه التاريخيه دي في الوقت ده لينا احنا كمواطنين وكاجيال طالعه صغيره وتماشي مع العصر، وفي نفس الوقت عشان نوري الغرب انه الاسلام ايه هو الاسلام بجد، يعني هو بيتكلم عن العبوديه وخلى سيدنا بلال سيد وهو عبد اسود. ده النقطه الايجابيه. النقد بقى اللي انا اجلته كتير عشان ادي فرصه للناس تشوف الفيلم الاول
وتهتم بيه. وطبعا انا مش من انصار ابدا ان انا اقعد اشكر في حاجه وبس عشان هي مفيده ولا عشان كذا، لا، لازم ننقد كل حاجه، كل حاجه في حياتنا ما عدا ربنا. حتى الانبياء مش ننقدهم، يعني سيدنا محمد ربنا قال له عاتبه في عبس وتولى، سورة عبس. فما فيش مشكلة يعني مع